اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الفقره الاولى في هذه الحلقه الطويله مع حضراتكم النهارده من الساعه 9 للساعه 1. لسه عندنا كواليس ماذا حدث في مران النادي الاهلي النهارده، وايضا مران شبيبه الثوره الجزائري، وحاجات كثيره جدا لسه هنتكلم فيها مع حضراتكم. ولكن خلوني ارحب بالاستاذ خالد ابو العيون، عضو الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. استاذ خالد، ازي حضرتك يا فندم؟ مشرف ومنور. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كله الحمد لله. استاذ خالد، لماذا النادي الاهلي هو الجالس على عرش افريقيا؟ يعني هو طبعا النادي الاهلي يعني بقاله على مر التاريخ، مش من الفرق اللي هي بتطلع تاخد بطوله وتختفي تاني. نعم. هو على مدار السنين من ساعه ما الاهلي شارك في افريقيا سنه 76، يمكن اول بطوله اتاخرت شويه سنه 82، في بعض الظروف في الاول ما ساعدتش، ما كانش في الاهتمام الكافي ببطولات الانديه الافريقيه لغايه سنه 81 لما الاهلي وصل للدور قبل النهائي، وكان المفروض هيقابل فريق جيت سيزي اوزو بطل الجزائر شبيبه القبائل حاليا، وانسحب لظروف وفاه الرئيس السابق انور السادات. كان الكلام ده سنه 81، وكان الدور النصف النهائي. نعم. بعد كده بقى يعني الاهلي حس ان في البطوله قريبه جدا منه، وشارك بجديه من سنه 82، وابتدى بقى واخد البطولات ورا بعضها 82 83 4 عفوا 83 خسر النهائي من كوتوكو، 84 85 86 87. الحقيقه النادي الاهلي طبعا ادارته قويه من زمان، من ايام الراحل الكابتن صالح سليم، بياخدوا المواضيع بجديه جامده، روح الفانيلا الحمراء زي ما بيقولوا. اللعيبه بيبتدوا من هم صغيرين بيتعلموا ازاي يبقوا لعيبه كبار، سواء من الناحيه الفنيه او من ناحيه شخصيه لعيب النادي الاهلي. طبعا لعيبه مميزين بينضموا للنادي الاهلي برضو، كل دي عناصر يعني بتساعد على ان النادي يفضل قوي ويفضل على عرش الكره في مصر وافريقيا سنوات طويله. طيب خلينا بقى ننتقل للحديث عن اهم اللقاءات او عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الفرق الجزائريه. هو تاريخ طويل من المواجهات، كان يمكن حتى اول مباراه للاهلي في افريقيا كانت مع مولوديه الجزائر سنه 76. اول مباراه خالص. والنادي الاهلي حقق نتيجه الحقيقه ما كانتش مرضيه في الجزائر، وكان في بعض الظروف، ان كان في لعيبه كتير سنه 76 عندهم امتحانات، وفي عدم اهتمام برضو بالبطوله بالدرجه البطوله الافريقيه في ذلك الوقت. تمام. والاهلي راح اتغلب هناك 3-0 في الجزائر، وفي مباراه العوده رجع غلب هنا بجون 1-0 بهدف كابتن محمود الخطيب. دي كانت البدايه الافريقيه مع الفرق الجزائريه. مع الفرق كانت البدايه الافريقيه واولى البدايات كانت مع الفرق الجزائريه، كانت مع مولوديه الجزائر. بعد كده على مدار السنوات اللي فاتوا الاهلي لعب مع الفرق الجزائريه في بطولات كتير، تقريبا في كل البطولات بما فيها فريق وفاق ستيف، كان يعني بما فيها السوبر الافريقي. نعم. الاهلي لعب 20 مباراه الحقيقه مع الفرق الجزائريه، وحقق الفوز في اغلب عدد من المباريات. فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات. تمام. وهزم في 5 مباريات. مظبوط. تمام. وان شاء الله بكره المباراه رقم 21 بين النادي الاهلي وفرق الجزائريه. المباراه رقم 21. تمام. دايما المباريات المصريه الجزائريه بيكون لها طابع خاص، يعني هو في حساسيه طبعا من زمان ما بين الفرق المصريه وفرق شمال افريقيا، باعتبار ان هم جيران، زي ما تقول مثلا منافسه المانيا وهولندا، منافسه برازيل والارجنتين مثلا. فاحنا عندنا حساسيه اللقاءات دي بين ابناء الامه الواحده، والفرق متقاربه المستوى الى حد كبير، خصوصا لما بنلعب مثلا تونس الاهلي مثلا بيلعب الترجي او النجم الساحلي او الافريقي، بتبقى فرق مستواها الى حد كبير متقارب، وبتبقى حسب حاله الفريق بقى في المباراه ومدى التوفيق. تمام. ونتمنى طبعا ان اللقاء يطلع جميل بين اشقاء، ويتلعب في جو ودي، وما يكونش فيه نقول ايه الحساسات الزياده اللي بين الاشقاء في مثل هذه المباريات، لان ساعات
يعني بيبقوا عايزين يكسبوا باي طريقه، لدرجه يعني الحماس بيبقى زياده، فنتمنى ان احنا ما نوصلش للمرحله دي ان شاء الله. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم المواجهات ما بين النادي الاهلي والفرق الجزائريه، ولسه عندنا ارقام كثيره جدا هنتكلم عنها، ولكن بعد هذا التقرير. تعد مواجهة الأهلي أمام شبيبة الثورة ببرج العرب بالأسكندرية هي الثانية التي تجمع الفريقين بعدما سبق وأن التقيا في الجولة الثانية بمرحلة مجموعات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله. لعب الأهلي مع الأندية الجزائرية 20 مباراة بواقع 17 مباراة في دوري الأبطال، ومباراتين بأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة في كأس السوبر الإفريقي. حقق الأهلي الفوز في 9 مباريات، وكان تعادل حاضرا في 6 مباريات. خسر الأهلي 5 مرات، ونجح نجوم قلعة الجزيرة في تسجيل 22 هدف، بينما استقبلت الشباك 17 هدف. كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي هو صاحب أول أهداف نادي القرن الإفريقي في شباك الفرق الجزائرية، فيما كان كريم ندفيد صاحب آخر الأهداف في شباك الفرق الجزائرية عندما سجل هدف الأهلي في شباك شبيبة الثورة في 18 من يناير الماضي، وذلك في المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. بينما يعد عماد متعب الهداف التاريخي للأهلي أمام فرق الجزائر برصيد 3 أهداف. بجانب متعب هناك 15 لاعبا من الأهلي تمكنوا من هز شباك الفرق الجزائرية. تمكنت الكتيبة الحمراء من الخروج بشباك نظيفة أمام الفرق الجزائرية في 9 مباريات. كانت نتيجة أكبر انتصار للأهلي أمام الفرق الجزائرية هي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مولودية العاصمة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وكانت في نسخة عام 1984. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. غدا ان شاء الله الاهلي سيرتدي زيه التقليدي امام شبيبه الثوره الجزائري. طبعا كان في اجتماع ووفد النادي الاهلي المكون من كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن ماهر عبد العزيز اداري الفني، بالاضافه الى مسؤولي نادي شبيبه الثوره الجزائري وكذلك طاقم التحكيم. وشهد الاجتماع الاتفاق على كافه الامور التنسيقيه والتنظيميه للمباراه وكذلك السي الخاص بالفريقين. زي ما حضراتكم عارفين بكره ان شاء الله النادي الاهلي سيلعب بزيه التقليدي. استاذ خالد، اهم الارقام للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه بشكل عام. هو الحقيقه في رقم مميز بكره، المباراه رقم 350 للنادي الاهلي في بطولات الانديه الافريقيه كلها، ما بين كاس ابطال الدوري وحاليا دوري الابطال. نعم. كاس ابطال الكؤوس، كاس الاتحاد الافريقي، كاس الكونفدراليه، كاس السوبر. الاهلي لعب في هذه البطولات 349 مباراه، حقق الفوز في تقريبا 50%، 175 مباراه فاز فيها، 93 تعادل، 81 هزيمه، سجل 519 هدف ودخل مرمى 268 هدف. ده في البطولات الافريقيه كلها من سنه 76 لغايه المباراه الاخيره. المفروض بكره مباراه رقم 350، وهو أو يعني غالبا يكون اكثر نادي وصل للرقم ده. عندنا بعض ارقام الفرق الاخرى، الترجي 292. ده فرق كبير. فرق كبير جدا. الهلال السوداني 251، مازيمبي 249. مباراه بكره بالنسبه لمازيمبي مع شباب قسطنطينيه هيكون رقم 250. عندنا
بالنسبه حصل الموسم ده من ارقام قياسيه او من ارقام جديده للاهلي، ارقام مميزه في مباراه سيمبا يوم 2 فبراير الاهلي حقق الفوز رقم 100 في دوري ابطال افريقيا بالمسمى الحالي اللي هو بدا سنه 97. وفي نفس المباراه كان الهدف الثالث من نصيب جونيور اجايي وهو رقم 300 للاهلي في دوري ابطال افريقيا برضه بالمسمى الحالي. رقمين الحقيقه كانوا مميزين جدا. عندنا هنا بقى لو رجعنا تاريخ اللاعبين والهدافين للاهلي في بطولات افريقيا، عندنا بالنسبه للهدافين طبعا كابتن خطيب جايب 37 هدف، اكتر لاعب سجل اهداف للاهلي كابتن ابو تريكه 32 هدف، عماد متعب 28، فلافيو 18، وحسام حسن محمد بركات 17. في بعض اللعيبه الاهلي خدوا لقب هداف بطوله الانديه الافريقيه. في سنه 82 كابتن الخطيب خد كاس او خد يعني لقب هداف دوري الابطال او بمسمى القديم كاس الانديه الافريقيه الابطال برصيد 6 اهداف. سنه 83 برضو الخطيب برصيد 6 اهداف، وسنه 85 الخطيب برصيد 6 اهداف برضو في ابطال الكؤوس. في مرحلة دوري الأبطال أحمد بلال سنة 2002 سجل 7 أهداف وخد الهداف، محمد بركات سنة 2005 7 أهداف، محمد أبو تريكة 2006 8 أهداف. دول هدفين الأهلي في سنوات مختلفة يعني لنسخة الأندية الأفريقية. في إحصائية تانية للمدربين على مستوى الأندية المصرية، أكتر مدرب شارك مع الأندية المصرية في بطولات الأندية الأفريقية كان مانويل جوزي 94 مباراة. مانويل جوزي أكتر مدرب قاد فريق مصري في بطولات أندية أفريقيا، 88 بطولة في دوري الأبطال، 88 مباراة عفوا في دوري الأبطال، 4 مباريات سوبر، مباراتين في الكونفدرالية. والفرق كبير بينه وبين الثاني اللي هو كابتن طارق العشري 46 مباراة مع حرس الحدود وانبي، حسام بدري 45 مع الاهلي وانبي، جوهري 39 الاهلي والزمالك وهكذا. تقريبا جوزيه مقرب على ضعف عدد مباريات الثاني. في عدد مباريات اللعيب حسام عاشور طبعا هي دي اعتقد ناس كتير عارفينها، طبعا كابتن حسام عاشور 154 مباراة افريقية، منها 130 في دوري الابطال و18 في الكونفدراليه و6 في السوبر. يليه وائل جمعه 114 مباراه، 3 دوري ابطال، 4 كاس الكاف، 2 كونفدراليه و5 كاس السوبر. في بعد كده احمد فتحي 115 مباراه بس داخل فيها الاسماعيلي. اسماعيلي واهلي يعني. اسماعيلي واهلي. 91 مع الاهلي، قرب انه يدخل المئويه مع الاهلي، وفي 24 مع الاسماعيلي. وشادي محمد برضو وصل 100 مباراة بس الأهلي 94 والإسماعيلي 6. ودول أكتر لعيبة المصريين مشاركة في بطولات أندية أفريقيا في عدد مختلف من المباريات، وغالبا هم برضو على مستوى القارة ككل، بس للأسف ما فيش عندنا سجلات كاملة لمشاركات لعيبة في مثلا الكاف، ما أصدرش قائمة بعد مباريات اللعيبة الأكثر مشاركة من مختلف الدول. واحنا الحقيقة بندور يعني من الوقت التاني في موضوع الهدافين ومشاركات اللعيبة وكده، و يعني بنواجه عقبات كتير الحقيقة. ايه العقبات اللي بتواجهوها؟ عدم وجود سجلات كاملة. قديما يعني. قديما. وحديثا برضو مش دايما موقع الكاف بيجيب التشكيلات او كده، والحقيقه الفتره الكام سنه الاخيره يعني كان في تطور جامد في موقع الكاف الاتحاد الافريقي، وبقى احد المصادر المهمه بس مش كامله. في بقى حاجه غريبه جدا ان الكتب كلها بتاعه الاتحاد الافريقي والنشرات اللي وزعها ومواقع الانترنت تبع الاتحاد الافريقي لم تذكرها في اول بطوله لكاس الانديه الافريقيه سنه موسم 54 سوري موسم 64 65 كان في 4 فرق مشاركه في الدور قبل النهائي. اتلعب مباراتين نصف نهائي ومباراه نهائيه، ودول اللي ذكروا في اغلب المصادر، ولكن في مباراه مركز ثالث اتلعبت برضو ولم يذكرها احد. ثالث ورابع يعني؟ كان ثالث ورابع.
ودي مباراه لم يذكرها احد للاسف في الاتحاد الافريقي، وعرفتها بالصدفه من احد الاصدقاء بره في انجلترا، وكانت الجرايد بتاعت غانا نشره المباراه. كانت فرقه من مصر؟ لا، هو الفريق اللي كان داخل من مصر الحقيقه كان نادي الترسانه بطل دوري سنه موسم 62 63، كان داخل اول بطوله افريقيه بس انسحب منها. برضه وقتها ما كانش فيه الاهتمام الكافي بالبطولات الافريقيه. انسحب منها نادي الترسانه، ولكن حضرتك تقصد ان كان في 62 63 كان في قبل نهائي بيتلعب، وبتلعب ثالث ورابع. في اول بطوله 64 65 كان المفروض 64 وبعدين طولت شويه فدخلت في 65. ادوار النهائي بتاعتها اتلعبت، كانت بتلعب على اساس مناطق، كل منطقه الانديه بتاعتها بتشارك في مجموعه، وبعدين بياخدوا اول كل مجموعه ويلعبوا الدور قبل النهائي، والنهائي اتلعبت في غانا. تمام. هو دلوقتي السنه اللي فاتت الاتحاد الدولي كان بيصدر عنه افضل الانديه العالميه، مظبوط؟ تمام. في العالم كان النادي الاهلي اعتقد رقم واحد السنه اللي فاتت، كان رقم واحد بالنسبه لافريقيا. انا اسف، كان اول نادي في افريقيا، رغم ان هو خسر النهائي قدام الترجي، ولكن في تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ الاحصاء كان عالميا. برضه احنا عايزينه عالميا، مفيش مشكله. يعني ممكن نزقها عالميا يعني. اتفضل. يعني اعتقد وقتها ان شاء الله. ان شاء الله. فالاهلي سبق الترجي في التصنيف ده، والحقيقه التصنيف بيقوم على اعطاء عدد من النقاط الفوز والتعادل لكل البطولات الدوري والكاس والبطولات القاريه. وبيتم ضرب النقاط المحليه في قوه الدوله في تصنيف اول وثاني وثالث ورابع. احنا مصر تصنيفها ثالث، فبياخد ثالث. الاول طبعا اسبانيا والمانيا وايطاليا وانجلترا والدول العظمى في كرة القدم، وتقريبا البرازيل او الارجنتين. التصنيف الثاني الدول الاقل شويه، نقول زي النمسا وهولندا وبلجيكا مثلا. التصنيف الثالث اغلب دول افريقيا. ويعني بعض دول افريقيا واسيا. والتصنيف الرابع برضه غالبا يكون افريقيا واسيا. طيب هنطلع نشوف برضه تقرير عن اهم مواجهات النادي الاهلي في الجولة الستة. هنطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى، هنعرف ايه الارقام في الجولة الستة دائما لنادي الاهلي بعد هذا التقرير. يبحث الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن انتصاره السادس في الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة ثورة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد برج العرب بالأسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة بالمسابقة القارية. يمتلك الأهلي تاريخا مميزا في مباريات الجولة السادسة بدور المجموعات في دوري الأبطال بعد التعديلات التي طرأت على نظام المسابقة منذ 97. تعادل الأهلي خارج ملعبه أمام الرجاء المغربي بهدف لمثله سجله محمد فاروق في ختام دور المجموعات بدور الأبطال موسم 99. في نسخة 2000 خسر الأهلي من لوبي ستارز الناجري بنتيجة 3-1، سجل هدف الشياطين الحمر وقتها علي ماهر. في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات في نسخة 2001 حقق الأهلي الفوز على شباب والإزداد الجزائري بهدف من دون رد سجله إبراهيم سعيد. في نسخة 2002 تعادل الأهلي مع الرجاء المغربي بنتيجة 3-3، سجل ثلاثية المارد الأحمر كل من إبراهيم سعيد، خالد بيبو وأحمد بلال. في دوري أبطال إفريقيا موسم 2005 حقق الأهلي الفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين لهدف، سجل ثنائية الأحمر نجمه وهدافه السابق أسامة حسني. في موسم 2006 سقط الأهلي في فخ التعادل أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لكل فريق، سجل ثنائية المارد الأحمر الماجيك محمد أبو تريكة. في الجولة الأخيرة بدور المجموعة بدور الأبطال موسم 2007 حقق الأهلي الفوز على أسيك ميموزا الإيفواري بثنائية نظيفة، سجل كل من الفهد الأنجولي فلافيو ومحمد أبو تريكة. في موسم 2008 تعادل الأهلي مع أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة هدفين مثلهما، سجل ثنائية الأحمر كل من محمد أبو تريكة ومحمد سمير. في نسخة 2011 تعادل الأهلي مع الترجي التونسي بهدف لمثله في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية، سجل هدف المارد الأحمر وقتها محمد أبو تريكة. في موسم 2012 تعادل الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك بهدف لمثله في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية أيضا، سجل هدف الشياطين الحمر نجمه السابق محمد بركات.
في الموسم التالي تعادل الأهلي سلبيا مع مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. في موسم 2016 حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام أسيك ميموزا الإيفواري في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى. في نسخة دوري الأبطال موسم 2017 حقق الأهلي فوزا كبيرا على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف لهدف، سجل الثلاثية الحمراء كل من عمرو جمال هدفين، عبد الله سعيد. في الموسم الماضي حقق الأهلي فوزا كبيرا على كامبالا سيتي الأوغندي بنتيجة 4-3، سجل رباعية الأهلي كل من وليد أزارو هدفين، المالي سليف كوليبالي وصلاح محسن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني استاذ خالد برضو عايزين نتكلم عن اهم الارقام اللي دايما الاهلي بيعملها في الجوله السادسه، يعني بتدعو للتفاؤل غدا ان شاء الله. والله الاهلي في كذا مره الحقيقه كان قرب يوضع البطوله، وفي اللحظات الاخيره قدر ان هو يقتنص بطاقه التاهل الصعود. نعم الصعود، وفي بعض المرات الاخرى كان في مباراه الذهاب والاياب في الادوار الاولى او الادوار النهائيه، وقدر ان هو يعوض الخساره، مثلا زي في مباراه استاد مالي في 2012 اتغلب هناك 1-0، وجه هنا كان استاد مالي كان متقدم 1-0 كمان، والاهلي محتاج 3 جوان، جونين عشان يعوض عدد الاهداف وجون عشان الهدف بتاع استاد مالي خارج ملعبه، كابتن ابو تريكه نزل في الشوط الثاني سجل. اما الاهلي ملك المنتدى من زمان، يعني المنتدى دي لسه مخترعينها ما بالهمش سنتين، الاهلي من زمان بقى. الاهلي من زمان طبعا. وفي ماتش افريكا سبور سنه 87 وهزيمه هناك 2-0 وفوز هنا 2-0 وضربات ترجيح. في مباراه اتحاد طرابلس تقريبا كانت 2010 والاهلي كان مغلوب هناك 2-0 وكسب هنا 3-0. وفي المباراه الاهم يعني او من الاهم المباراه الصفاقسي. والصفاقسي طبعا في نهائي 2006 وهدف ابو تريكه الشهير في اخر نص دقيقه تقريبا. في اخر نص دقيقه. وهدف عماد متعب في 2014 في الكونفدراليه. مع سيو سبورت. كان في اللحظات القاتله. وليد سليمان حطها له بالعرض وهو طلع حطها بدماغه. وكانت يعني لف دماغه كانت غريبه عماد متعب في الهدف ده بصراحه، حتى ما كانش هداف. يعرف يصطاد الكره من اي حته ويحول اتجاهها. مظبوط. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره. بشكر حضرتك جدا يا استاذ خالد على كل هذه المعلومات، وان شاء الله نلتقي قريبا في معلومات اخرى تخص النادي الاهلي. شكرا كابتن اسلام، شرف لي الحقيقه. وكابتن اسلام يمكن ناس كتير طبعا عارفه انه اللاعب المصري الوحيد او اللاعب الوحيد في الدوري المصري اللي فاز في بطوله الدوري مع 3 فرق مختلفه، مع الاسماعيلي والزمالك والاهلي. ويمكن ما حدش عرفه ان حضرتك خدت كاس اسيا مع الاتحاد جده. كاس اسيا مظبوط، لكن ما كملتش شكل لعبت في كاس اسيا، بس طالما لعبت مع اتحاد جده مع اتحاد جده طبعا محسوبه لك بطوله طالما شاركت فيها. طبعا هي بطوله كانت غاليه الحقيقه في وقتها 2004 على ما اعتقد. 2004 تمام مظبوط. كانت ايام بقى يا استاذ خالد. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ خالد على وجودك معانا. شكرا يا كابتن، فرصه سعيده. ربنا يخليك. شكرا. التوفيق لنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب التوفيق بكره ان شاء الله. انا بشكر جدا استاذ خالد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن المشكله، حملة ممنهجة معمولة على طاقم التحكيم بقالها يومين أو ثلاثة. اتكلمت مع حضراتكم في بداية هذا الموضوع، هنشوف بقى رأي الكابتن سمير عثمان في هذا في هذه الحملة، كيف يتعامل. هي خلاص اتعملت، احنا ما قلناش حاجة، لكن كيف يتعامل الحكم مع هذه الحملة؟ وجهة نظر الكابتن سمير لو هو بقى اللي موجود في مكان الحكم هيعمل ايه؟ كلام كتير يخص طاقم التحكيم، ولكن بعد هذا الفاصل.